ايه هو افضل موبايل من سامسونج دلوقتي في فئة 6000 جنيه، وايه هو برضو افضل موبايل ممكن تشتريه حاليا من شاومي بس في فئة 5000 جنيه؟ دول مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة هجاوب عنها في الفيديو ده. فاكيد طبعا لو عندك اي سؤال تحت الفيديو في كومنت وسيب سؤالك، دايما باخد كل الاسئلة من على فيديوهات الاسئلة، فخليك دايما متابع معايا الفيديوهات دي باستمرار عشان اكيد يتجاوب على سؤالك. خلينا دلوقتي نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة امكريفيوز، وخلينا على طول كده نبدأ مع اول سؤال. افضل موبايل ما يعديه 6000 جنيه للجيمينج، هقولك الريدمي نوت 11 برو النسخة 4G، النسخة بالتحديد 664، سعرها دلوقتي 6500 جنيه، واسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. ده احسن موبايل من وجهة نظري دلوقتي في 6000 جنيه للجيمينج كموبايل جديد. ريدمي نوت 11 برو 4G ولا السامسونج A52؟ من وجهة نظري لو الاثنين بنفس السعر هختار السامسونج A52، بيقدم صفقة وافضل وقيمة افضل مقابل السعر، وخصوصا ان الكاميرات بتاعت الموبايل ده ممتازة، وكمان المعالج 720 اعلى شوية من الميديا تيك هيليو جي 96. اجيب الشاومي 11 تي برو ولا الشاومي 12 لايت، ولا في ترشيح تاني في رينج 8500 جنيه، وهجيبه من الامارات نون الامارات. انا من وجهة نظري شايف الشاومي 11 تي برو ممتاز 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 ممتاز، اقوى من الشاومي 12 لايت. لو سمحت ممكن تعمل فيديو عن البوكو اكس 4 جي تي، هل هينزل مصر قريب، وهل في موبايل كويس مقابل سعر ولا لا؟ بوكو اكس 4 جي تي المفروض ان ينزل مصر قريب جدا، مش عارف بقى اذا كان على اخر السنه ولا على اول السنه الجديده. هو موبايل يعتبر ممتاز، وخصوصا لو اتسعر 8000 7000، اكتر من 8000 جنيه هيكون مش افضل حاجه، هيكون افضل حاجه بس لو بتدور على موبايل جيمنج، لكن كقيمه مقابل سعر بقى وتجربه متكامله مش هيكون افضل حاجه كاكتر من 8000 جنيه لو اتسعر بالشكل ده. وهل في موبايل دلوقتي كويس في مصر مقابل سعره؟ اه طبعا في موبايل ممتاز بيقدم قيمه كويسه مقابل سعره دلوقتي، وهو السامسونج M52. الموبايل دلوقتي سعره على امازون حوالي 7900 جنيه، عليه عرض دلوقتي، ودي صفقه ممتازه. وعايز اقول لك ان للامانه انا اشتريت الموبايل ده من السوق بقى حرفيا، ولكن من محافظة بورسعيد هنا، عامل 7650 جنيه. فحاول تدور عليه في السوق، احتمال تلاقيه سعره اقل بشوية حلوين كمان من اللي موجود في امازون، وشايفه صفقة ممتازة كأحسن موبايل في فئة 7000 جنيه، او كأحسن موبايل عامة في 2022 بيقدم قيمة مقابل سعر. مقارنة بين انفينكس نوت 11S وانفينكس هوت 11S. من الاخر الموضوع مش محتاج مقارنة، اكيد الانفينكس نوت 11S افضل، ولكن لو الفرق ما بينهم في الفلوس اكتر من 1000 جنيه، روح للهوت 11S وما تجيبش النوت 11S، لان الكاميرات مش بعيدة، الاتنين كاميراتهم قريبة من بعض، هو بس النوت اقوى شوية في تجربة الالعاب. هل في جمارك في السعودية غالية وشكرا؟ ما ظنش ان جمارك السعودية ممكن تكون اغلى من مصر، اكيد في جمارك في اي دولة في العالم، ولكن السعودية جماركها تعتبر كويسة، وانا دخلت على امازون السعودية وش لقيت الاسعار ارخص بحبة حلوين عن مصر. هي ممكن تكون اغلى من الامارات شوية، ولكن تظل برضو كويسة جدا وممتازة عن مصر بكتير. قريبي هيجيب لي جهاز من السعودية، تنصحني بايه بس يكون رخيص؟ لو بتتكلم في فئة 4 ل 5000 جنيه، ممكن اقول لك ريدمي نوت 11S ممتاز. لو بتدور في الفئة الاقل 3 ل 4000 جنيه، اقول لك الريلمي 9i برضو اختيار ممتاز. شوف لك واحد من الاثنين دول، ودول افضل موبايلين في فئة من 3 ل 5000 جنيه، يعتبروا صفقة ممتازة الموبايلين دول. ازاي M52 احسن من ريدمي نوت 11 برو بلس؟ البرو بلس احسن منه في التصميم والشحن والمعالج، مش اقوى بس برضو حلو. الفكرة كلها مش مجرد ارقام على ورق. ممكن الريدمي نوت 11 برو بلس يكون اعلى من M52 في سرعه الشاحن، في سماعات ستيريو، في حاجات كتير مش موجوده في M52، بس M52 بيقدم تجربه وباكج افضل. يعني وانت بتستخدم M52 في ايدك وجبت جنبه الريدمي نوت 11 برو بلس، هتلاقي ان الريدمي نوت 11 برو بلس مجرد مواصفات فقط على ورق، هي دي الخلاصه. فكره مش موبايل وارقام على ورق، الفكره تجربه فعليه، وتجربه M52 وتسعيره ممتاز، وخصوصا ان موبايل ب 7900 والتاني ب 10، ففكرة انك بتدفع 2100 زيادة وما بتاخدش معالج اقوى، انت بتاخد معالج اقل كمان. هو مش سؤال يعني، بس حبيت ان انا اظهر الكومنت ده. انت اكتر يوتيوبر تقني عربي يسعدني ان مشترك في القناة، والشيء الاحلى انك عرفت تكسب الناس بالردود في فيديوهاتك، شكرا لك حبيبي. طبعا الله يخليك على الكلام الحلو ده على راسي من فوق، ولكن الفكرة برضو عندي مش ان انا اكسب الناس عشان ارد عليهم والكلام ده كله. انا اول ما عملت القناة دي كان الهدف الرئيسي ان تابع الناس اول باول، واقول كل حاجة بصراحة، اكون مجرد سبب بسيط جدا لاي حد بيشتري موبايل يتبسط بتجربة الموبايل بعد ما يشتريه. فده هدف الرئيسي، عشان كده
دايما متواصل مع الناس اول باول وبرد على الاسئله باستمرار، لان طبعا ببقى حاطط نفسي مكان اي شخص عايز يشتري موبايل ومستعجل ومحتار ومش عارف يعمل ايه، فبكون حاطط نفسي في القلق والتوتر اللي هو فيه، فبيكون عايز يرتاح ويسمع الرد على سؤاله. فدي بالنسبه لي حاجه كويسه ان اكون مجرد سبب بسيط جدا في اسعاد شخص بانه اشترى موبايل كويس او اشترى موبايل اتبسط معاه او حتى يدعي لي دعوه حلوه. افضل موبايل من سامسونج حاليا في فئه ال 6000 جنيه، والحقيقه ان يؤسفنا اقول لك ان سامسونج وفي فئه ال 6000 جنيه دلوقتي مفيش غير موبايل واحد اللي هو السامسونج ام 33، شايفه القيمه الكويسه لموبايل جديد من سامسونج. ولكن من وجهه نظري رايي بلاش، واشتري احسن الام 52 او السامسونج اي 52 اس مستعملين، هيكونوا افضل بالنسبه لك، وخصوصا ان الموبايلات دي ما بقالهاش كتير في السوق، فهتجيبها استخدام كويس وحالتهم تعتبر كويسه جدا. يا اما تسيبك من فئه ال 6000 جنيه خالص من سامسونج وتطلع لفئه ال 7000 وتجيب الام 52، يا اما تجيب من شاومي بقى وبلاش سامسونج. ايه رايك في الريلمي 8 والريلمي 8 اي؟ هو موجود في مصر، الاثنين موجودين في مصر، ولكن رايي ان الريلمي 8 اي الصفقه ممتازه دلوقتي، سعره 5600 جنيه، اما الريلمي 8 سعره 6700، شايفه مبالغ فيه جدا. طب هو هل الموبايلات التجميع بتيجي بالضمان ولا بتيجي ازاي؟ موبايلات التجميع ممكن تلاقيها جايه بضمان، بس طبعا الضمان بيكون اونطه منظر كده محطوط وخلاص. وطبعا خد بالك من الموبايلات دي، ودايما بص على موبايلك اول ما تفتحه وقارن السيريال نمبر اللي موجود في الموبايل ده بالسيريال نمبر اللي موجود على كرتونه الموبايل، وزي ما قلت لك يفضل تشتري من مكان ثقه، مش اي محل قدامك تروح تشتري منه والسلام. افضل موبايل من شاومي بقى ب 5000 جنيه، وهنا من الاخر كده افضل موبايل من شاومي في الفئه السعريه دي هو الريدمي نوت 11، مفيش افضل منه من شاومي اساسا في الفئه السعريه دي، وسعر الموبايل 5800 دلوقتي، الاكبر نسخه منه 628، ولو تروح تجيب النسخه ال 464 هتجيبها اقل من كده كمان، هتجيبها ب 500 ولا 500، فيعتبر افضل صفقه من شاومي دلوقتي ممكن تفكر فيها في ال 5000 جنيه. ايه رايك في ريلمي 9 برو بلس؟ هينزل مصر امتى وفي حدود كام؟ رايي انك تستنى بقى الريلمي 10 برو بلس. هو الريلمي 9 برو بلس ممتاز وكل حاجه، بس خلاص الريلمي 10 برو بلس هيجي اصلا على اول السنه ناقص، الموبايل اتاخر كتير جدا لدرجه ان خلاص ريلمي هتنزل الاصدار الجديد. لو سمحت استنى اونر اكس 40 جي تي ولا ام 52، صدقني الموبايل ده بنسبه كبيره من اونر مش جاي مصر، فرايي هات الام 52، والله صفقه ممتازه جدا وموبايل ما يتعوضش الصراحه. اخر سؤال معانا في الفيديو بقى، وجاوبت على السؤال ده كتير جدا، هل الريدمي نوت 11 برو 5 جي افضل ولا الريدمي نوت 11 برو 4 جي؟ ومن الاخر ومن غير اي كلام، لو في اي دوله وخصوصا دوله الامارات اقول لك ريدمي نوت 11 برو النسخه ال 5 جي، لكن في مصر بقى هنا اقول لك يستحيل تجيب الموبايل ده لانه خدعه وصفقه وحشه جدا، لان سعره اصلا 7-8000 جنيه، وهنا معالج سناب دراجون 695 ما يرتقيش انه يكون في الفئه السعريه دي، معالج وحش جدا، معالج يعتبر متوسط اقتصادي مش متوسط عالي، فدي حاجه مش لطيفه. دايمن سيتي 900، دايمن سيتي 920، سناب دراجون 778، كل دول يقدموا قيمه وصفقه افضل منه. هنا بقى ريدمي نوت 11 برو النسخه ال 4 جي افضل في مصر، لان تسعيرها 6500، اما ال 5 جي تسعيرها 8000 جنيه، فهنا اروح لدي افضل بكتير. طبعا اكيد لو عندك اي سؤال تحت الفيديو ده في كومنت وسيب سؤالك، وطبعا انتظر الرد على سؤالك الاسبوع الجاي، وسلام.